حاسة بالذنب، حاسة بتأنيب الضمير طول الوقت، ضميرك بيأنبك ويقولك انت غلطتي، عملتي حاجات كبيرة، حاجات صغيرة، بتعاملي الناس وحش، بتأذي حد. انت حاسة بكل الكلام ده، خايفة وقلقانة، حاسة ان الحاجات دي هتأذيكي، اللي انت بتعمليه دوت ده هيأذيكي، سواء كان هنا في الدنيا او حتى في الاخرة. حاسة ان ربنا هيعذبك من اللي انت بتعمليه. طيب العلاج ده كله، وعلاج الاحساس بالذنب، وعلاج الخوف والقلق من كل حاجة هنقوله ان شاء الله، بس كملي معايا الحلقة للاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكي في قناة أروبا اللهلوبة. لو أول مرة تشوفي القناة ياريت تعملي اشتراك وكمان تفعلي الجرس عشان يجيلك كل فيديوهاتي الجديدة. طبيعي جدا كبني آدم الواحد بيغلط، طبيعي جدا، طبيعي ان هو بيعمل ذنوب. طيب احنا مش ملايكة على فكرة عشان ما نغلطش، وربنا قايل ان بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، احسن حد بيغلط اللي هو بيتوب. طيب انا عالج ازاي؟ ماشي انا بتوب وبستغفر، بس انا حاسة بالذنب، حاسة ان انا عامل حاجة غلط، حاسة ان انا طول الوقت خايفة، خايفة من ربنا هيحاسبني، خايفة لموت في اي لحظة واعمل ايه بعد الموت، ما هيبقى في عذاب وكده. طب انا خايفة من كل ده وقلقانة وحاسة ان انا بعمل حاجات غلط، انا عالج الكلام ده ازاي؟ طيب احنا برضك نتفقوا ان احنا كده كده بنغلطه، وربنا قال لو البني ادمين دول ما غلطوش هبدهم، همشيهم كلهم كده، وهجيب ناس بتغلط ويتوبوا تاني ويستغفروا وانا اغفر لهم. فطبيعي ان احنا بنغلط، يعني ما تحاوليش تحسسي نفسك ان دوت حاجه مش طبيعيه، وان انت الوحيده اللي بتغلطي، وان انت الوحيده اللي بتعملي ذنوب، وان انت الوحيده اللي بتعملي مشاكل وعلاقاتك وحشه مع الناس، او بيبقى في مشاكل مع الناس او الكلام ده. لا طبيعي جدا، كل الناس بتعمل كده، مش انت لوحدك. طيب حلو جدا، يعني مش انا لوحدي اللي بعمل الاخطاء دي، تمام، بس انت لوحدك اللي هتتحاسبي. طيب انا قلق تاني، اخاف تاني بقى، واحس بتأنيب الضمير تاني؟ لا. طيب انا هعالج الحتة دي ازاي؟ انا بغلط ولازم اغلط والناس كده، طب اعمل ايه؟ علاج الموضوع ده كله فيه الايه، رقم واحد الصلاة، ان انتي تواظبي على الصلاة. طب ليه؟ لان ربنا قال لنا ان الصلاة دي بتدي سكينة للقلب. لو خايف من اي حاجة، اي مشكلة، اي ذنب عملتيه، اي تأنيب ضمير، الصلاة دي بتمحي كل الكلام ده، والصلاة بتمحي الذنوب. من الصلاة للصلاة بتمحي كل الذنوب وكل الحاجات اللي انت عملتيه. يعني لو انت في ذنب عملتيه وحاسة بتأنيب الضمير عليه، الصلاة محيته خلاص، مسحته، يعني انت بتأنيبي ضميرك على حاجة اساسا مش موجودة، خلاص خلصت. ويعني الصلاة للصلاة، والجمعة للجمعة، ورمضان لرمضان، دي كل ده بيكفر الذنوب اللي في النص ما عدا الكبائر. طب اعالج ازاي موضوع الكبائر؟ يعني انا الحمد لله كده الذنب اللي انا عملته الصغير ده راح وكده، ما حسش بتأنيب الضمير، ان شاء الله باذن الله هيكون راح. طب يعني حاجات بقى كبيرة، حاجات الكبيرة دي لازم لها علاج تاني، اللي هو ايه، لازم انت تستغفري ربنا كتير وتتوبي للذنب ده، وتقولي ربنا ان انا مش هرجع ان شاء الله للموضوع ده تاني، وتحاولي لو الذنب ده متعلق باي حاجه تحاولي تعالجيه، او تعتذري لو انت عامله مشكله مع حد او مزعله حد تروحي تعتذري له، مش مهم ايه المشكله، يعني احسن ما تعذبي في الاخره بسبب الذنب ده. فانا هتكلم مع صاحب المشكله اللي عملت معاه مشكله، وهتفهم معاه، ومش مهم لو اعتذرت، او مش مهم لو صلحت حاجه، او مش مهم لو عايز مني فلوس رديتها، اعالج الذنب دوت عشان ارتاح، نفسيتي تبقى مرتاحه وما احسش بتانيب الضمير. يبقى علاج تانيب الضمير دوت الايه، اول حاجه الصلاه، وعلاج الخوف برضك. يعني لو انت خايفه من اي حاجه، خايفه لو نعم ربنا اديها لك وخايفه لا تروح منك، صحه، فلوس، اولاد، اي حاجه، خايفه على اي حاجه، اي حاجه خايفه عليها، الصلاه بتعالج موضوع الخوف دوت والقلق ده. طيب خايفه لا يجي لك حاجه وحشه، خايفه من مرض زي دلوقتي الفيروسات والحاجات دي، خايفه من مرض، خايفه من موت، خايفه من اي حاجه وحشه تجيلك، برضك الصلاه بتعالج الموضوع ده، بس مش اي صلاه، الصلاه على وقتها اللي هو الاذان، ادن اجري اصلي،
تمام، في خشوع وهدوء، اصلي بمنتهى الخشوع، اصلي ربنا شايفني. ربنا بيقول، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لما بني ادم بيجي يروح يصلي ربنا بينظر له ما لم يلتفت، يعني لو ما ركزتيش او ما فكرتيش في حاجة تانية او ما رحتيش كده قعدتي تلتفتي كده هو عن ربنا، هو باصص لك. تخيلي ربنا شايفك وباصص لك دلوقتي. ف يعني لازم يبقى في سكينة وهدوء، ولازم روحك دي تبقى متغذية وتطلع من الصلاة كده مرتاحة نفسيا، مش محتاجة اي حاجة. هو ده اللي بيريح الضمير وبيريح البني ادم ويخليه اصلا وبيغفر له الذنوب بتاعته. وكمان في الاخره او في المراحل بتاعه العذاب بتاعه الاخره، الصلاه بتمنع العذاب ده، يعني هو خايفه من القبر وخايفه من ظلمته وخايفه من المراحل بقى بتاعه الاخره والصراط والكلام ده. الصلاه بتمنع عذاب الاخره. بتيجي فوق راس لما البني ادم يموت، بتيجي الصلاه بتاعته بتيجي فوق راسه، ولما يجي لها العذاب بتقول لا ما تجيش من ناحيتي، ما تعذبوش. ده ادم كان بيصلي. تخيلي بقى الصلاه يعني بتحميكي وبتريحك وبتهديكي وبتعمل كل ده في الصلاه. فالموضوع سهل جدا. ادنى ده سيب اللي في ايدي، اتوضى واصلي بسكون كده وخشوع وهدوء، واستغفر ربنا على اي ذنب انا عملته، احاول ان انا اصلح اي ذنب انا عملته، عشان هو ده اللي هيريح لي ضميري وهيخليني مرتاحه، وهي كمان هيساعدني في حياتي اللي بعد الدنيا ان شاء الله باذن الله. ربنا يريح قلوبكم ويسعد قلبكم ويرزقكم كده السكينه وراحه البال والهدوء النفسي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.